من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج شارع السعودية. السلام عليكم. نبدأها بهذا الخبر. أصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أول تقرير سنوي عن الاستدامة الذي يعكس التزام الهيئة الملكية بالتنمية المستدامة في مجالات البيئة والثقافة والمجتمع والاقتصاد. يؤكد كذلك تطبيق مبادئ الشفافية وتحقيق أهداف مخطط التطوير الشامل للعلا بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يستعرض التقرير أيضا المستوى للاستدامة حقائق وأرقام حول المشاريع والمبادرات التي تشكل أسس لاستدامة التطوير الشامل في العلا بما يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الأشمل في المملكة ضمن أربع محاور أساسية للاستدامة: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. تعمل الهيئة في إطار مبادرات الاستدامة الاجتماعية حيث قدمت 747 منحة دراسية جامعية إلى 117 مؤسسة أكاديمية ودولية، وكذلك أسهمت في تحقيق نسبة 90% لرضا السكان فضلا عن سرعة الاستجابة للطوارئ بزمن يبلغ في معدل 6 دقائق وتوفيرها بنية تحتية متطورة للأنشطة الرياضية والمجتمعية. يسلط التقرير الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها الهيئة من حيث المعايير البيئية في الوقت الذي تواصل سعيها لتحقيق أهداف الحياد المناخي التنقل الخضراء وتأسيس منشآت لتحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة. ونجحت الهيئة أيضا بربط شبكة توزيع المياه بنسبة 95% بكافة أنحاء المنطقة وزرع أكثر من 100,000 شجرة ضمن مناطق محمية. بعد الفاصل، إذا ودك تعرف كم أكبر وزن رفع في لعبة الأثقال في السعودية، شاهد الحلقة مع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال. أهلا بكم من جديد في الشارع السعودي على قناة السعودية. تأسس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في عام 1980 الميلاد 1400 هجرية. يقوم برعاية رياضة رفع الأثقال بجميع فئاتها ولاعبيها ولاعباتها. يحرص الاتحاد على توسيع دائرة الممارسة لهذه الرياضة ودعمها بأقصى ما يمكن وتحقيق إنجازات متتالية على المستوى الإقليمي والعالمي والأولمبي. كما ساهمت الاستراتيجية التي أقرتها وزارة الرياضة والخاصة بدعم الأندية إلى رفع عدد الألعاب الرياضية، وكان لها أثر كبير على ارتفاع عدد الأندية التي أدرجت لرفع الأثقال ضمن ألعابها الرياضية، مما ساهم في رفع عدد المشاركين والمدربين وأدى إلى تقوية اللعبة بشكل عام ورفع شعبيتها. قبل أن نبدأ، شاهد التقرير الموجز عن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال من إعداد الزميل فهد المسبحي، ثم نرحب بضيفنا. استراتيجية الدعم التي اعتمدتها وزارة الرياضة كان لها أثر كبير على نهوض الرياضات بالمملكة، ومن بينها لعبة رفع الأثقال، فهي رياضة ذات تقنية رياضية عالية وتتطلب قوة كبيرة وسرعة وحركة تنقلية دقيقة. تقسم منافسات رفع الأثقال إلى فئات حسب وزن كتلة الجسم، فلكل وزن منافسة، وتكون المنافسات جميعها نهائية. منذ عام 2016 تم توسيع دائرة الممارسة لهذه الرياضة ودعمها، مما ساهم في ارتفاع عدد الأندية حيث وصل إلى أكثر من 36 فريق. وكذلك ظهرت هذه الرياضة في الوسط النسائي، وبدأنا في التنافس الإقليمي ليساهم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بنشر ثقافة رياضة رفع الأثقال، وأن يكون منبر لصناعة الأبطال الذين يمثلون الوطن في كافة المحافل الدولية وينافسون على الإنجازات العالمية. لقناة السعودية فهد مسبحي.
أهلا بكم من جديد، ورحب بمن ضم معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وأيضا الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال. أستاذ محمد أهلا بك في شارع السعودي. أهلا وسهلا بكم، وأبرك الساعات اللي حل في الشارع السعودي واحد من الاتحادات الرياضية اللي احنا نفخر فيها بعد رؤية 2030، وأعتقد أنها توسعت إلى قرابة 100 نادي في وزارة الرياضة، الأثقال واحد منها. الله يحييك. حياك وبياك الله يحفظك. اليوم واقع رياضة رفع الأثقال في المملكة، وأنت ما شاء الله يعني رئيس الاتحاد السعودي والأمين العام للاتحاد الآسيوي، كيف تشوفه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني منذ انطلاقة وتأسيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وهو في تزايد مستمر من عام 2016، الحمد لله الاتحاد في استراتيجية واضحة في توسيع دائرة الممارسة لهذه الرياضة الأولمبية. طبعا بمناسبة الاتحاد لعبة الأثقال هي إحدى الرياضات المؤسسة للحركة الأولمبية عام 1996، حتى قبل تأسيس الاتحاد الدولي عام 1905. في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال يعني أخذنا على عاتقنا أنه نوسع دائرة الممارسة لهذه الرياضة، والحمد لله سعى الاتحاد أنه يعزز هذه الرياضة في الاتحادات اللي متواجد فيها هذه اللعبة، ولكن تحتاج إلى زيادة في الدعم، سواء على المستوى الفني أو حتى على مستوى الأدوات. وأنشأنا مراكز في العديد من مناطق المملكة حتى لا تختصر هذه الرياضة في أماكن محددة، والحمد لله استطعنا خلال تلك الفترة إلى زيادة الممارسة، ومع تطور العديد من الاستراتيجيات داخل الأندية الأولمبية وبالتعاون مع الاتحادات، وكذلك دخول رياضة رفع الأثقال في استراتيجية دعم الأندية، فوسع بشكل كبير جدا دائرة الممارسة لهذه الرياضة من 74 لاعب يمكن في 2016، وممكن ولا تتجاوز 4 أندية فاعلة، إلى وصلت إلى 48 نادي وأكثر من 2400 لاعب ولاعبة. فتتحدث على فترة يعني زمنية تتجاوز خطيرة ما شاء الله. صحيح، أصبح الحمد لله رب العالمين رياضة الأثقال السعودية تنافس على المستوى القاري والمستوى العالمي، وعندنا إنجازات تم تحقيقها ولله الحمد، تأتت من خلال عدة مراحل يعني من المشاركات في على المستوى الإقليمي في الخليج والعرب وفي التضامن الإسلامي، ثم إلى القارة والتنافس على المراكز المتقدمة، ثم الفوز بالميداليات، وكذلك على مستوى العالم. لدينا قاعدة من الرياضيين اللي مؤمل عليهم إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب في المشاركات القادمة إن شاء الله أنهم يعول عليهم أن يحققون إن شاء الله تعالى منجزات ترفع علم المملكة بإذن الله. بصراحة الرقم اللي أنت قلته ملهم، لأنه أعتقد أنه مع بداية الرؤية 2016، صحيح، من 74 إلى أكثر من 2000 لاعب، 2400 لاعب ولاعبة، ومن 4 أندية إلى 48 نادي، صحيح، على مستوى المملكة. على مستوى المملكة طبعا. إيش الأندية اللي تحسها فاعلة من 48؟ طبعا الأندية الفاعلة أكثر شيء في المنطقة الشرقية وفي منطقة مكة المكرمة، يعني نادي الاتحاد، نادي الجدة، كان الأهلي، ثم انتقل يعني معظم اللعيبة وتم تنسيقهم ورحلوا إلى نادي جدة. جدة طبعا من أقدم الأندية اللي أدخلت رياضة رفع الأثقال، وبعد قبل في مسماها السابق الربيع، ثم انتقل الآن إلى المسمى الجديد، وبالتالي انضافت اللعبة فيه، وما شاء الله العدد متزايد. نادي الوحدة أيضا عندنا في المنطقة الشرقية ما شاء الله تبارك الله يعني أكثر الأندية تفاعلا، عندك الترجي، الخويلدية، الهدى، السلام والنور أو الابتسام، وبدأ كثير من الأندية تدخل هذه الرياضة، أيضا الطرف، العدالة، كثير من الأندية اللي طبرجة، الحراء، اليرموك، وهذا طبعا في الجنوب، اليرموك، الجنوب والشمال، الحراء طبعا. والله ما شاء الله، أنا شوف العدد كبير جدا في تبوك أيضا، بدأ الصقور الآن صار أصبح نيوم نادي العلا الآن جديد، واستحوذ على العديد من الرياضيين المميزين على مستوى المملكة، وشاهدناهم مؤخرا في الألعاب السعودية يمثلون نادي العلا كمفاجأة كبيرة جدا. العديد من الأندية
في جميع أنحاء المملكة الحمد لله بدأت تدخل هذه الرياضة، والآن بدأ الدعم أكبر إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. أيضا ستشهد رفع الأثقال ازدهارا كبيرا، يعني يلمس الرياضيون في هذه الرياضة هذا الدعم الكبير. طيب ليش رفع الأثقال مهمة؟ أول شيء أنها رياضة أولمبية، وزي ما قلت لك أول أنها واحدة من المؤسسين الحركة الأولمبية الدولية. إضافة إلى ذلك أنها واحدة من الرياضات اللي يعني الاهتمام بالرياضيين فيها ومعرفة على قولهم خباياها ومعرفة الأساليب الفنية فيها وكيف تتعامل مع الرياضيين هي أحد أهم وأسهل الطرق للفوز بالميداليات الأولمبية والمنجز الأولمبي والمنجز العالمي. أها. عشان نبعد شوي عن التخصص لأن مشاهدين الشارع السعودي يحبون البساطة، رفع الأثقال اللي نسميها في الأندية الرياضية اللي هي المقاومة صح؟ ولا المقاومة هذه مقاومة واحدة جزئية من أكثر من رياضة أو قاومة. اشرح لنا وش رفع الأثقال. هي تتكون طبعا في أدائها من رفعتين، رفعة الخطف اللي هي من رفعة الثقل عبارة عن بار وأقراص، ويرفع اللاعب الثقل إلى الأعلى يسموه رفعة الخطف، والرفعة الأخرى اللي هي دائما تشاهد الحديد اللاعب يحط الحديد على كتفه صح وبعدين ينطره هذا اسمه النتر. فهذه الرياضتين عشان توصل لهذه المراحل تمر بعدة تدريبات، إعداد بدني وإعداد نفسي والمحافظة على التدريبات اليومية، المحافظة على النوم والسلوك الرياضي اللي هو النوم مبكرا، الحفاظ على نوعية الغذاء، الحفاظ على يعني على اللاعب من يعني الدخول في مثلا لا سمح الله في مواد محظوره او خلافه لابد ان يعرف الاشياء هذه. نعم هذه لها يمكن يعني ممكن نتحدث في محور مستقل نشاهده، لكن هو الحفاظ على هذا اللاعب وسلامته على مستوى التدريبي مناهج التدريب وعلى مستوى ايضا حتى الغذاء. طيب لما تقول رفع الاثقال يجي على طول في بالي الرجال، هل مقتصره هذه اللعبه في النادي على الرجال؟ الان من عام 2018 دخلت السيدات في رياضه رفع الاثقال، وبدا الانتماء او الانتساب لهذه الرياضه من قبل السيدات بشكل مذهل. يعني الان اصبح لدينا لاعبات على مستوى ويمثلون المنتخبات الوطنيه، ولدينا نماذج جيدة في مثلا لاعب نجود خرمي حاصل على برونزية الألعاب دورة الألعاب العربية في الجزائر، اللاعبة ليان القرشي حازت على هي أول سعودية تحصد ميدالية برونزية في رياضة رفع الأثقال في للناشئين في الهند. عندنا إنجازات، عندنا إنجاز الحمد لله، يعني على مستوى الخليج وعلى مستوى العرب احنا بناخذ مراكز متقدمة الثاني والثالث، فلدينا فريق جيد وإعداد له بشكل جيد، والتركيز أيضا على الناشئين والشباب في هذه الفئة لتمثيل المملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى في المحافل الدولية القادمة إن شاء الله. طيب الرياضيين في هاللعبة كيف يتم اكتشافهم يا أخي محمد؟ أكثر من طريقة، يعني كالعادة في أي رياضة يا إما يكون عن طريق الإخوان أولاد العم الأصحاب، يعني أحد أو يكون مثلا يعني ريكومنديشن توصية أو يكون مثلا المدرب واحد من يعني يكون في حارة مثلا أو في على قولهم حي يكتشف يشوف رياضيين يستدعيهم تعالوا، ولكن المدرب اليقظ أو المدرب الكشاف يسميه هو اللي يستطيع أن يوفر الوقت على نفسه ويوفر الجهد بأنه يختار اللاعب المناسب في مواصفاته، قامة اللاعب، تناسق اللاعب العضلي والعصبي، واختياره لممارسة هذه الرياضة. أحيانا يكون ما ينفع مثلا في رياضة معينة داخل النادي يستقطب الأثقال وهكذا، وكذلك أحيانا يكون لاعب في الأثقال يكون أنسب لرياضة أخرى غير الأثقال. واضح. طيب عطنا أكثر الأخطاء شيوعا في رفع الأثقال. رفع الأثقال فيه أكثر من 22 قاعدة في الأخطاء، ولكن أذكر لك الشائع منها اللي هو مثلا اللاعب لما يرفع لازم يكون امتداد كامل، يعني تحس اللاعب أحيانا يرفع تقول هذا رفع بحاله صحيح خطأ لأنه في امتداد أو اهتزاز في الكوع
مهما كانت في اي منافسه دوليه نفس الحكايه. كذلك اذا لمس اي جزء غير القدمين اكرمكم الله للطبليه المنافسه سموها طبليه اللي هو البلاتفورم اي جزء يعني من جسم الانسان غير قدمه يعتبر ايضا محاوله خطا، لمس المرفق للركبه خطا، لمس البار لراس اللاعب مباشره مش الشعر الراس يكون ايضا خطا، عدم اكتمال الجسم يعني يكون مفرد بالكامل اثناء الرفعه، عدم الاكتمال يكون خطا، يعني في اكثر من 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 خطا شائع ما بدي اطلع عليكم عليه. لا ترفع الاثقال عشان لا تقصر، هذه معلومه شائعه، هل هي صحيحه ولا غلط؟ مؤكد 100% انها غير صحيحه. لدينا لاعبين ما شاء الله تبارك الله رغم انهم صغار سن لكنهم عمالقه، واكثر واميز اللاعبين هم من طوال القامه، نماذج كثيره جدا في رفع الاثقال، حتى ممكن تدخل على منصات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب تلاقي تدخل بطوله رفع الاثقال تجد انهم من طوال يوصل حتى طول يعني بعض اللاعبين الى 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 مترين والى متر و90 ما قصروا متر و80 ما قصروا غيري انا بس ما في حد. الله يطرح البركه. الان هل في عمر مسموح لرفع الاثقال؟ بدايه الممارسه لرياضه رفع الاثقال تبدا من سن مبكره جدا، يمكن ان يعني تتعامل مع الطفل اللي عمره 4 سنوات الى 6 الى 7 الى 8 إلى 10 سنوات. إنك تدخل في رفع الأثقال مو يعني إنك أنت تدي له أحمال، إنك أنت تثقف هذا الرياضي هذا الطفل على رياضة رفع الأثقال من خلال التقويات، إعطاءه أشياء مثلا ديمو أو نماذج في اللينية، توريه كيف يتدرب، ياخذ فكرة ويقعد هو في هذا النمط. أنت بتهيئ اللاعب نفسيا وتخليه خلاص يعني على هذه الرياضة متوافق عضلي عصبي باستمرار من صغره، يا يحبها يا يغير بالضبط. ونماذج كثيرة موجودة إنه هذا اللاعب بدأ من 4 سنوات، حتى عندنا أبطال يعني بدأوا من سن 5 سنوات 6 سنوات، اليوم نشوفهم على الساحات الدولية رباعين زي رباع محمد المرزوق صاحب 3 أرقام عالمية قياسية عالمية سجلت مؤخرا الشهر الماضي في أسبانيا في بطولة العالم في أسبانيا. هذا اللاعب أيضا صاحب ذهبية العالم، بدأ من طفولته ولا رباع نجيب ورباع إن شاء الله تعالى ربي يحميه من الإصابات، وراح يكون إن شاء الله تعالى أيقونة في رفع الأثقال. أصبح الآن محط أنظار العالم هو هذا الرباع رغم أنه صغير السن تحت 17 سنة ما شاء الله، لكنه ينافس نعم. ف يعني هنا صناعة البطل، صناعة البطل الأولمبي تحتاج له سنوات طويلة مش 6 ولا 10 ولا، فتحتاج له سنوات طويلة حتى تحصد الإنجاز الأولمبي. والحمد لله عندنا أكثر من رياضي غير محمد المرزوق رباعين إن شاء الله واعدين مؤمل عليهم إن شاء الله في 28 و32 إن شاء الله تعالى في الدورات الأولمبية القادمة أنه يكون عندنا منجز أولمبي من خلال هذه الرباعين وخلال هذه القاعدة اللي موجودة بإذن الله. طيب لو تعطينا لمحة اليوم وين وصلنا في رياضة الأثقال محليا وأقليميا وعالميا؟ اليوم احنا عندنا في المحلي طبعا برنامج زمني طول العام متعدد البطولات الفئات السنية للبراعم تحت 13 سنة وتحت 15 سنة بطولات، من خلالها يتم اكتشاف الرياضيين والرباعين لمنتخبات السنية، أيضا في فئة الشباب تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وأيضا للكبار بطولة الهيئات. أصبح في حراك كبير جدا داخل في البطولات المحلية. من خلال هذه البطولات ومن خلال يتم اختيار المنتخبات الوطنية. الحمد لله اليوم رياضة الأثقال السعودية كعبها عالي في الخليج وفي الوطن العربي، أيضا احنا بفضل الله في على مستوى العالم أو مستوى القارة الآسيوية لدينا منجزات على مستوى الميداليات الملونة، أيضا على مستوى العالم الحمد لله في الشباب والناشئين وحتى الكبار احنا ماشيين في مسار مخطط له الحمد لله ماشي الحال ما شاء الله. طيب كيف يتم دعم لعبة رفع الأثقال؟ ايش البرامج اللي يقدمها الاتحاد للدعم والتحفيز والممارسة؟ الكل يعلم الآن أن الدعم الكبير جدا من الدولة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد
مثلا بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبار الأولمبية السعودية دعم كبير وسخي، والأثقال هي إحدى هذه الرياضات اللي بتحظى بدعم كبير جدا، يترجم الاتحاد إلى العديد من البرامج لتحفيز الرياضيين واحتوائهم بدعم الأندية بدعم المراكز بتحفيز الرياضيين بالمكافآت في حال الإنجاز، كثير من البرامج التحفيزية للرياضيين من خلال مثلا برنامج النخبة اللي تشرف عليه اللجنة الأولمبية لاختيار أفضل الرباعين واللي يتم رعايتهم بعقود وتأمين طبي ورواتب شهرية. الآن في برامج طريق إلى المنصات لمدة 8 سنوات، برنامج جديد وواعد ولديه دعم سخي جدا يعني. فإحنا محظوظين في 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 ظل هذا الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة، وبالتالي أعتقد الرياضيين حيكونوا في هذه الفترة الذهبية لا عليهم إلا ترجمة هذا الدعم إلى إنجاز كبير للوطن إن شاء الله. صحيح. فاصل اسمح لنا أخوي محمد نأخذ فاصل وتريح شوي تشرب الشاي المحبك. فاصل نكمل بعدها ما تبقى من برنامج شارع سعودي مع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال الأستاذ محمد الحربي، ابقوا معنا. اهلا بكم، اهلا بمن انضم الينا الان. انتم تشاهدون برنامج شارع سعودي من قناه سعوديه وحلقه خاصه مع الاتحاد السعودي لرفع الاثقال ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال الاستاذ محمد الحربي. اهلا بك استاذ محمد مجددا. الاستاذ محمد ايضا هو الامين العام للاتحاد الاسيوي لرفع الاثقال. قبل الفاصل يعني اعطيتنا لمحه عن موقع السعوديه في محليا واقليميا وعالميا، اليوم بنروح للمجتمع. أنتم في الاتحاد وش قدمتوا للمجتمع وكيف ثقفتوه على هذه الرياضة؟ طبعا من خلال منصات التواصل الاجتماعي الاتحاد بيرسل رسائل تعريفية وتثقيفية، والاتحاد لديه مبادرة اسمها مبادرة شيلها صح. شيلها صح هو يعني ربط المجتمع برياضة رفع الأثقال. كل واحد اليوم عنده أحمال يومية، اللابتوب على كتفك، المرأة في بيتها كيف تحرك عفش البيت، كيف تحرك بوبة الغاز، انت كيف تشيل بوبة الغاز، كيف تاخذ مقاضيك. يعني ربطنا هذا الفكر برفع الاثقال، كله اثقال وكله اثقال. شيلها صح، انت يعني كيف الطريقه الصحيحه لشيلها. ليش يشيلها صح؟ عشان سلامته، عشان سلامته وسلام ظهره، عشان ما تصير في ديسك عنده، وعشان ما يتعب، عشان ما يصير عنده تمزق، عشان ما يصير عنده. فإحنا في المحافل يكون عندنا شباب يثقفون المشاركين في أي مهرجان في أي مناسبة. كنا في الباحة في آخر يعني مشاركة في مع سياح الباحة في أكثر من برنامج العمل، وكان يشاركون يعني المثقفين والاهالي، اطفال ورجال وكبار وحريم. يعني كان يعني السيدات حتى مش تلاقيهم مستمتعين، من الكبار اللي ما لهم في الاثقال ياخذوا الاثقال يوروهم، يشرحوا لهم الرباعات، ولا الشباب يشرحوا لهم كيفيه. ايش يعني الرباعات؟ الرباعات والرباع هو مسمى للاعب رفع الاثقال اسمه الرباع. اها اي يعني زي لو نقول راس حربة ومهاجم، عندكم نقول الرباع. الرباع نعم، الرباع او الرباعه. تصدق انها اول مره اسمعها. يعني اللي يكون عندهم طبعا كلهم ابطال وكلهم نماذج اللي موجودين، ويكون نعطي عنهم طبعا في الشاشات كيف بطولاتهم ومنجزاتهم ومنجزات الاتحاد. في نفس الوقت احنا بنقول للناس تعالوا كيف تشيلوا اغراضكم، نجيب يعني احمال معينه يوميه. في بعض الواحد مثلا يشيلها بهذه الطريقه وهذا خطا، ممكن يسبب له تمزق او ديسك. اي انا ابغى اسمعها منك. اي لازم تكون في وضعيه محدده. يوم تيجي تاخذ انبوبه الغاز، فانت تاخذها وانت مثلا مستقيم، تنزل لها بشكل محدد، ترفعها بشكل معين. يعني يثني ركبه ولا؟ يثني الركب طبعا، وياخذ ويرفع بجسمه، يرفع ما يرفع ما ياخذ هكذا بظهره، حتلاقي الضغط كله نازل على اسفل الظهر. اها يعني يجي ياخذ الثقل هذا يثني ركبه شوي، بس الجذع
واقف بالضبط عشان يحافظ على الحمل يصير على الجسم مو على احسنت مو على اسفل الظهر او كذا. الاكياس اللي انت تاخذ تنزلها من مقاضيك وانت نازل من السوبر ماركت تكون احيانا عندك ثقل، فتوازنك في وضع الاوزان هنا ولما تيجي تشيلها ما تشيلها ما تدنك، لازم تشيلها وانت تنزلها وتاخذها ترفعها بحيث انك انت تكون الحمل موزع على جسمك كله. فمن خلال هذه المبادره احنا قاعدين بنعرف كيف تشيل حتى اللاب لما يكون حمل، الاطفال لما يشيلوا الشنط على ظهرهم كيف يشيلوا والله يكون في عونهم، لانه صراحه ما في اي اعتبار لهذا الموضوع وفي مشاكل كثيره لدى الاطفال تلاقي عندهم الكتب لما تكون يعني. ف والله اليوم شلت شنطه ولدي انها ثقيله، كلنا ذلك الرجل نعاني بهذا الامر، ان شاء الله يلتفتون لهذا الامر من خلالك. طيب اطفال المدارس كيف يشيل؟ يلا عشان بس ينتشر المقطع هذا في الاوساط التعليميه. اي بالنسبه للمدارس او الطفل احيانا تلاقي يعني رفعاتهم انت حتى تشاهدهم احيانا في المدرسه لو تاخذ ولد كل احد يا اما يحط مثلا شنطه بتعليقه واحده ويسيبها الاخرى، هذه مجهده على كتفه وممكن تسبب له مشاكل. تلاقي حاطط واحد بس يعني لو كان هو الحزام على الشنطة تلاقي يحط واحدة بس، فهذه برضو ثقل عليه، تلاقي الحمل كله يجي على هذه المنطقة. بعد فترة مرة في مرة هتلاقي يعاني، هتلاقي ما يعرف حتى ينام، تلاقي آلام تجي من فترة لفترة، تلاقي ظهره يتعب. طيب زي ما سويتوا شيلها صح في الباحة صحيح؟ في الباحة وفي المدينة وفي الرياض في كل مناطق المملكة. سويتوا شيء للطلاب؟ عملنا للطلاب عملنا، لكن في اماكن تجمعات، لكن هي فكره ممتازه ممكن ناخذها من الان يتبناها الاتحاد في اكثر من مثلا معارض لل شراكه مع وزاره التعليم على طول. اعتقد انه وزاره التعليم ترحب ب يعني همها الاساسي هي مصلحه الطالب. توكلنا على الله. فيلا يا فهد هذه مبادره من الشارع السعودي تنطلق من هنا، اول ما توقعون معاهم احنا بنسوي حلقه. تمام احنا جاهزين ونشوف الاطفال كيف يشيلون الشنط صح. جاهزين احنا فريق العمل كامل جاهز. ممتاز الله يبيض وجهكم. طيب ضبط المنشطات وش دور الاتحاد فيها؟ الاتحاد من فتره طويله طبعا هذه في ثقافه عامه في الرياضات القوه نسميها اللي هي بناء الاجسام، الكروسفيت، رفع الاثقال، العديد من الرياضات. الفكر الشائع كان دائما هو انه انا ما اقدر امارس هذه الرياضه الا باخذ مواد معينه تقويني او كذا. الحمد لله بدا الاتحاد برنامج صارم في موضوع المراقبه على مراقبه اللاعبين في واخضاعهم مثلا لبرامج تثقيفيه وتوعيه من خلال يعني الاتفاق او الاتفاقيات اللي عقدناها مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قائمين بدور كبير جدا في توعية وتثقيف اللاعبين الرياضيين عموما ورفع الأثقال خصوصا. احنا يعني بيننا وبينهم تعاون كبير جدا في هذا المجال من فترات طويلة. الشفافية المطلقة، البحث دائما على إخضاع اللاعبين للفحص قبل المشاركات الدولية لأنها هناك مخاطرة في حال مشاركة اللاعبين السعوديين من قبل الفحص، لو سمح الله يذهب أي لاعب إلى أي مشاركة دولية لو ثلاث حالات توقفك على مدى 4 سنوات أنت ما بتشارك، وبالتالي أنت صحيح بتخسر البلد العديد من مقاعد المشاركة في البطولات الدولية. اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لديها برنامج محدد، الحمد لله تم عقد اتفاقية مع اتفاقية شراكة مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بتحديد عدد معين يتكفل الاتحاد بتغطية تكاليفه خلاف البرنامج اللي لدى اللجنة السعودية وبشفافية مطلقة. نحن مثلا نطلب انه نفحص هذه البطولة، نطلب انه احنا نفحص في هذا المعسكر، وهم لهم اساليبهم وطرقهم، هذه متروكه لهم احنا لا تدخل فيها. فالحقيقه يعني اللجنه متعاونه على مستوى التثقيف والتعريف والفحص ايضا. ممتاز. طيب وين وصلنا بكوادر الاثقال محليا وقاريا وعالميا؟ بفضل الله تعالى يعني احنا حرصنا على الانجاز او الصعود الى منصات التتويج يعني كمنجزات وميداليات وفوز في القارة وفي مستوى القارة وعلى مستوى العالم. الحمد لله لدينا كوادر في الاتحادات القارية وحتى الإقليمية والقارية وحتى
الدولية. الحمد لله رب العالمين. اليوم أنا من عام الاتحاد الآسيوي، أيضا لدينا كوادر في كل لجان الاتحاد الآسيوي. رئيسة لجنة الرياضيين اليوم في الاتحاد الآسيوي هي لاعبة سعودية قادة الطاسان، في لجان البحوث العلمية والتدريب، في اللجنة الطبية دكتور فاضل دبوس، في لجان التسويق، في يعني في معظم اللجان احنا سعوديين الآن موجودين في على مستوى العالم. اليوم أنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بفضل الله، ولدينا أيضا عضو مجلس الإدارة دكتورة فوزية حوباني هي عضو لجنة التطوير والتعليم في الاتحاد الدولي. فالحمد لله طبعا في الاتحادات القارية الإقليمية حدث على قولهم ولا حرج، الحمد لله كل اللجان موجودين فيها سعوديين وفاعلين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا الآن الكادر السعودي بصمة قوية على مستوى القارة وحتى على مستوى العالم. ممتاز. خلنا نرحب أنا ويا أخوي محمد بالكابتن محمد المرزوق وهو لاعب برفع أثقال. كابتن محمد أهلا بك في شارع السعودي. أهلا. الله يحييك محمد. كيف تمت اكتشاف موهبتك في رفع الأثقال؟ أول هذه كانت في عام 2018 أول ما بدأت أكتشف الموهبة. من اللي اكتشفك يا محمد؟ أبوي كان لاعب سابق في اللعبة. كان بطل. ممتاز. فسهل عليك؟ إيه. كان أخوي الكبير يروح النادي عام 2018. كان عمري ديك السنة أنا تقريبا 11 سنة. كنت أدخل معه أشاهد التمرين مع اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين في النادي، ومع الوقت يعني شافني الكابتن طموحي في اللعبة وأن حبيت اللعبة بديت أتداخل معهم. يوم أمسك البار وأدخل وشاف خامتي الكابتن قال لي ليش ما تجي تاخذ له جزمة رياضية وتجي تدخل معنا في التمارين. ومن ذاك اليوم بديت أتمرن. ممتاز. ودي تشرح لي أكثر عن لعبة رفع الأثقال، كيف تستعدون للبطولات يا محمد؟ استعداد على مدار السنة، يعني سنة كاملة مثلا 12 شهر في البيت و11 شهر الباقي كله في المعسكر، تمرين متواصل. ولعبتنا طبعا ما تقدر تقطع في التمارين، لأن إذا قطعت لو أسبوع واحد تعفس الشغل كله اللي اشتغلته في الأشهر اللي طافت. محمد أبغاك الآن تكلمني عن شعورك وأنت يعني حققت يعني إنجاز غير مسبوق، سجلت اسمك كأول لاعب سعودي يحطم الرقم العالمي في الخطف وكذلك في المجموع. والله الحمد لله شعور فرحة كبير، يعني شعور لا يوصف صراحة أن أكون أول لاعب يمثل المملكة العربية السعودية ويكون إنجاز جديد على تاريخ المملكة في لعبة رفع الأثقال. ولسه إن شاء الله في أزيد من كده، وإحنا طموحنا فوق هذا الشيء وإن شاء الله إلى الأولمبيات بإذن الله. بإذن الله. وش قدم لكم الاتحاد يا محمد؟ من إيش يعني؟ من دعم مثلاً؟ من دعم معنوي مادي لوجستي، إيش الدعم اللي تشوفه مقدم الاتحاد لك كلاعب رفع أثقال؟ الاتحاد مثلا له المعسكرات هذه المتواصلة، ودعم معنوي، و يعني له المكافآت بعد حد البطولة والأشياء هذه فيها يعني دعم معنوي ودعم. تستاهل. موقف يا محمد ما تنساه خلال ممارستك هذه اللعبة؟ موقف ما أنساه موقف ما أنساه في بطولة من البطولات ما جبت أداء كويس وطلعت وأنا كنت أصيح مثل بطولة، كانت بطولة عالم 2021 وجلي اللي هو الإدارة اللي كان يانا
والمدربين قالوا لي إن لا تيأس من هذه البداية ولسه قدامك واجد. يعني هذا الموقف اللي ما انساه. وذاك الوقت شديت حيلي وجبت بطولة عالم. هذه كانت أول بطولة عالم لي أشارك فيها. بغيت أسألك الصيحة هذه قبل تحقيق البطولة ولا بعدها؟ لا هذه أنا كنت في البداية. يعني ما أي في البداية أول بطولة عالم ما قدمت مستوى كويس، كنت يعني داخل حاسب حساب إني أجيب ميدالية، لكن معناته إن الصيحة هذه مبروكة يا محمد هي اللي خلتك تصر وتجيب البطولة. ايه هذه اللي كانت الحافز اللي خلاني اجيب البطولات هذه. نفتخر فيك يا محمد، شكرا لك على المشاركه في الشارع السعودي. محمد المرزوق هو لاعب رفع اثقال، تعليقك. محمد واحد من الرباعين او الرياضيين الطموحين واللي فعلا كان يستحق الرعايه الكبيره من الاتحاد وزملائه، ولكن هذا اللاعب يمكن لاحظت في معترض كلامه انه ان شاء الله طموحنا اكبر من كذا، اكثر صحيح. من حتى من الرقم الاولمبي، اكثر من الرقم العالمي، انا طموحي اولمبي. وهذه العقليه اللي احنا نحتاجها في الرياضي السعودي. ثقافه الرياضي السعودي يجب ان تصل الى هذه المرحله من استيعاب انه احنا يعني ترى انت اليوم حققت العرب، انت محتاج انك تكون بطل قاري، انت حققت القاره محتاج تكون بطل عالم، حققت بطل عالم لازم تنافس على المستوى الاولمبي. هنا البطوله لما يوصل بعدين الاستمرار. هذا المهم. الان انت تواجه مثلا كثير من الرياضيين سواء في الاثقال او في غير الاثقال انه مجرد ما ياخذ انجاز وياخذ عليه مكافاه يغيب اللاعب. وهذه يعني واحدة من التحديات الكبيرة في رياضتنا. هو المفروض ينسى الإنجاز ويخلي غيره ومحبيه يفرح فيه ويروح يركز على الشيء القادم. بالضبط، يعتبرها كأن هذا يعني على قولهم سلمة تتبعها أو خطوة. صحيح. تتبعها خطوة أخرى. يعني أنا ما أنجزت هذه القارة إلا أنها هي محطة من المحطات اللي توديني على العالمية، من العالمية أنا عندي طموح أكبر من العالمية، عندي طموح أكبر من الأولمبية. طيب. وهذا ما أجده في هذا اللاعب محمد المرزوق. لا وعجبتني فكرة الصيحة يوم صار. هذا الدليل ترى أحس المسؤولية عالي جدا. جدا عالي. طيب. جدا عالي. أكبر وزن رفع بأيادي سعودية. 225 أو 220 على يد اللاعب رحمه الله نجم الرضوان. 220 كيلو في رفعة النتر. احنا طبعا في الاوزان ما عندنا اوزان ثقيله يعني، او كمان برضو عندنا رباع رمزي المحروس، واحد من الرباعين الكبار السابقين ومعتزل حاليا، لكن لدينا رباعين الان على مستوى عالي، علي الخزعل 210، حسن اسعد بطل الدوره الاولمبيه العاب السعوديه السابق 210، مربعين واعدين وحتى سنهم صغير يعني، فان شاء الله تعالى. كم اعمارهم؟ في بدايه العشرينات يعني. ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم الحين على محمد الحربي اللي هو رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال، امين عام الاتحاد الاسيوي لرفع الاثقال، عن تجربتك كلاعب سابق في رفع الاثقال، كيف كانت البدايات؟ طبعا زي ما قلت لك احيانا تدخل النادي وانت تبغى لعبه فتلاقي نفسك انت مبسوط للعبه اخرى. دخلت وابغى بس اتمرن وفيتنس وممكن حتى بناء اجسام وكذا، فلقيت لاعب يعني مدرب قال لي هذه اللعبه دوبها داخل النادي الان ممكن تدخل فيها اللي رفع الاثقال. رحنا، كان في تحديات كثيره، ما في قاعه اتمرن فيها، ما في مكان، لكن انا يعني من المدرسه انا رياضي. فاحب اللياقه البدنيه وكذا وندخل نسوي تمرينات، عجبتني اللعبه. بدات يعني امارسها. الوالد الله يغفر له ويرحمه قال لي ايش تحتاج؟ خصصوا، قال لهم خصصوا لي قاعه انا اجهزها. الوالد خصص يعني خصص اللي بعده خصصوا له قاعه، قام على تجهيزها بعض التجهيزات البسيطه ومارسنا اللعبه فيه وحبيت هذه الرياضه تقريبا على مدى تقريبا 11 الى 12 عام وانا امارس هذه الرياضه. انتقلت من لاعب الى حكم، ومن 2005 أنا حكم دولي، وبعدها دخلنا في السلك الإداري. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. صحيح. أي ناجح قابلته في الحياة هو يمارس شغفه. صحيح. ولذلك ننصح أي أحد أنه يحب عمله عشان يبدع. لو أقول لك في 30 ثانية ماذا تنصح أي لاعب في بداية مشواره، إيش ممكن تقول كرئيس الاتحاد؟
الالتزام الانضباط رقم واحد، التزام وانضباط، تدريب ونوم وأكل جيد. شكرا لك أستاذ محمد. حياك وبياك الله يحفظك. الأستاذ محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والأمين العام للاتحاد السعودي لرفع الأثقال كان معنا شارع السعودي. شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج شارع السعودي، فابقوا معنا. بيض الله وجهك. وش في خاطرك الآن؟ نتابع. والله بخاطري إن أنا يكون عندي فيلا مستقلة وبيتنا والأمور هذا الحال إن شاء الله. والله إنه تعم السعادة في كل مكان، ما يكون في حدا حزين وما يكون عنده حدا هموم ومشاكل. خاطري إن شاء الله أكون أنا مدربة شخصية، وإن شاء الله أكون مدربة مشهورة يعني كسعودية، خاصة أني مدربة EMS كأول سعودية في بتدرب المجال ده. والله أشياء كثيرة مع الرؤية، أنا مع 20-30 حتى لما أعلم البنات، لأن هذه الثروة الحقيقية صراحة. أنا مع الرؤية وللرؤية، حتى عيالي أبغاهم يبنون هذا الوطن فقط. أنا نفسي أكون سفيرة للمملكة العربية السعودية في الخارج. أبغى أقابل مدريتش لاعب الهلال. ما في شيء معين في خاطري، لكن الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والخير اللي حنا فيه، والله يجعلنا من خير إلى خير يا رب العالمين. إن كتبتم لنا رأيكم ونقدكم فسنأخذه في الاعتبار. حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي تنتظركم دائما، منكم نستفيد ونتعلم أيضا. فريق الشارع السعودي بقيادة الزميلة نوراء الربدي رئيس التحرير دائما هنا من أجلكم. شكرا. فهد الشهراني منتج هذه الحلقة ومخرجها عايض العتيبي. كونوا دائما بخير.